مشاهدينا الكرام، للتعليق على ما جاء في بيان الشيخ العلامة عبد الملك السعدي بشأن الجماعات التي وصفها بالمنحرفة في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المتخصص في فكر الفرق الإسلامية الشيخ فاروق الظفيري. حياكم الله شيخ فاروق. بداية، ما الذي يمثله نداء الشيخ العلامة عبد الملك السعدي لأبناء محافظات الأنبار الوسط الشمال بالتمسك بالمنهج الأصيلي العريق الذي كان عليه العراقيون قبل الاحتلال؟ شيخ فاروق. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل سمعتني شيخ فاروق؟ من فضلك أعيد لي السؤال. يعني نتحدث اليوم عن بيان العلامة عبد الملك السعدي والذي كان فيه نداء لأبناء محافظات الأنبار والوسط والشمال بالتمسك بالمنهج الأصيل العريق الذي كان عليه العراقيون قبل احتلال بلدهم في عام 2003، ما الذي يمثله هذا النداء من وجهة نظرك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني هذا البيان لسماحة الشيخ العلامة السعدي بيان مهم لما لصاحبه من رمزية كبيرة في العراق، خاصة في الأنبار. نعم. الشيخ عبد الملك السعدي معروف في الأنبار خاصة، وله طلاب كثيرون من المشايخ والعلماء والدعاة، وله مكانة كبيرة كذلك في العراق. فهذا البيان جاء في وقته، حقيقة جاء في وقته وفي أزمة شديدة وفي تفكك يعني المجتمعي شديد. نعم. بسبب هذه الأفكار الهدامة التي أتتنا ظاهرة بعد الاحتلال، وإن كانت موجودة لكنها كانت منها مخفية ومنها ضعيفة جدا، لكن بعد الاحتلال استفحلت، والاحتلال طبعا فتح هذه الأمور لها على مصراعيها باعتبار أنه لا يستطيع أن يفرق المجتمع العراقي إلا بهذه الحركات الهدامة. نعم. من داعش وغيرها من منحرفي بعض الفرق الصوفية، وكذلك بعض كما ذكر الشيخ السعدي في بيانه، بيّن بأنه لابد الرجوع إلى ما كنا قبل الاحتلال. يقصد بأنه العراقيون قبل الاحتلال كانوا متوحدين، والأهل السنة بالذات لم تكن تظهر عندهم هذه الفرق الهدامة وهذه المشاكل وهذه الفتن، وإنما كان هناك كانوا يعني بعض من السلفية والصوفية وغيرهم من الفئات الإسلامية، لكن ما كانت ظاهرة هذه العداوات. شيخ فاروق، هل تعتقد بأنه في ظل الطائفية المتبعة بعد عام 2003 ومحاولة تقسيم وتجضية هذا المجتمع عن طريق من أتوا بعد الاحتلال وأداروا شؤون هذا البلد من حكومات وأحزاب، هل تعتقد بأنهم مهدوا الطريق وهيئوا البيئة المناسبة لظهور هذه النماذج التي كما وصفت في بيان الشيخ السعدي تدعي التصوف ولا علاقة لها بالتصوف، هذه الفرق التي تسيء لأهل السنة والجماعة، هل تعتقد بأنه يعني مدعوم ظهور هذه الكيانات أو هذه الفرق من قبل الأحزاب التي تسعى دائما إلى إثارة الفتن، إلى محاولة شرخ المجتمعات داخليا؟ بالتأكيد، حقيقة المتابع لهذه الأمور يجد أن هناك يعني إبراز شديد لبعض هذه الكيانات أو هذه الفئات المحسوبة على التصوف من الكزنزانية وغيرهم. هناك دعم واضح جدا من قبل ساسة السلطة لإبراز هذه الفئات على الفئات المعتدلة، سواء كانت من الصوفية وغيرهم، لأن هؤلاء هم يعني هؤلاء هم الذين يستطيعون أن يقوموا بالدور المناط بهم في الفتنة وتفكيك المجتمع. أما الفئات المعتدلة فإنهم لا يستطيعون اختراقها، لأنها تعرف حجم المؤامرة وتعرف حجم ما يراد بهم، فيكونون بعيدين عن هذا الجانب. اليوم نرى ليس فقط في العراق وإنما في العالم الإسلامي يعني إبراز هذه الفرق الهدامة بشكل كبير، وهناك ضخ مالي وضخ إعلامي كما رأينا في العراق مثلا. هناك مؤتمرات تحدث في بعض الدول الأخرى، مؤتمرات تحدث، كل ذلك هو لإقصاء المعتدلين وإبراز هؤلاء على طيب أنهم إن كانوا من التصوف على أنهم شيخ فاروق هم سيأتي رد ربما من داخل العراق
من أحد الأطراف العملية السياسية أنه لماذا تحاربون أو تعادون هذه الفرق وهذه المجموعات أو المجاميع التي تظهر بين حين وآخر للتعبير عن حريتها الدينية بمذهبها أو بالمذهب الذي تتبعه أو الدين الذي تتبعه؟ ألا يعد من حريات التعبير عن الرأي التي كفلها دستور العملية السياسية وأتت بعد الاحتلال؟ ألا يعد العراق اليوم بخلاف العراق ما قبل 2003 يتيح حرية الأديان وحرية اعتناق المذهب والدين الذي يشاء المرء؟ لماذا يعني تستكثرون على هؤلاء الصوفية أو الكسنزانية أو هذه الفرق التي ظهرت لهؤلاء بما يتناولونه على الملأ؟ حقيقة مسألة حرية المعتقد وحرية الفكر لا يكون على حساب الأمة، لا يكون على حساب كما يقال اليوم، يعني اليوم يتكلمون بالأكثرية والأقلية وغيرها، لا يكون على حساب الأصل. يعني هذه فرق منحرفة عن الأصل وتدعي أنها الأصل. لو كانت هذه الفرق تدعي لنفسها فقط وتأتي بمسمى جديد لاسمها لا علينا بها، وإنما تدعي التصوف، منها تدعي السلفية، منها تدعي أنها من أتباع يعني أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم، وهم يقومون بعكس ما يقوم به أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم، وهؤلاء يقومون بعكس ما يقوم به الصوفية الحقيقيون، وأولئك يقومون بعكس ما يقوم به السلفية الحقيقيون. فلذلك هؤلاء، هذه ليست حرية فكر وليست حرية عبادة، وإنما هي فتنة وهدم للدين، ويعني نشر الفتنة بين المجتمع العراقي والمجتمع العربي والإسلامي. طيب يعني تخرج جماعات بين حين وآخر، إن كان من السنة أو إن كان من الشيعة، تتبع نهجا يعتمد على السب، اللعن، الطعن في عرض رسول الله، في صحابة رسول الله. لا نرى من يحرك ساكنا في العراق، لا نرى القضاء، لا نرى الحكومة، لا نرى الأحزاب التي تقول بأنها أحزاب تدعو إلى عراق واحد موحد، لا نراهم يعني يجرون سيوفهم كما يفعلون مع المعتدلين الحقيقيين في العراق ليحاولوا رد هؤلاء، تحجيمهم، محاسبتهم قضائيا أو قانونيا. تنتشر الآن محاولات ومساعي كثيرة من جهات، إن كانت من السنة أو من الشيعة، لإشعال فتيل الفتنة في العراق، محاولة الطعن واللعن لاستفزاز السنة. يعني هناك محاولات كثيرة تتم بين حين وآخر. أين الحكومة، حكومة السودان إن كانت، أو القضاء عن هؤلاء الذين يثيرون النعرات الطائفية في العراق؟ حقيقة هذه مسألة مهمة جدا، وكما هو معروف السكوت علامة الرضا. يعني اليوم من واجب الحكومة التي تدعي بأنها حكومة للكل وهي الأب أو الحامي الرئيسي لكل مكونات البلد، الواجب عليها أن تمنع هذه الفتن، وهي طبعا موجودة في الدستور بأن هناك حماية للمكونات وحماية لعقائدهم وحماية لأفكارهم، لكن لا نجد من الحكومة ومن ساسة السلطة إلا تشجيع هذه الأمور التي يقوم بها هؤلاء الطائفيون بالسب والطعن واللعن. بل ليس فقط أناس عاديون، وإنما هم الساسة، ورأيتم يعني اللي ظهروا في التلفاز علنا كيف يسبون أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وغيرهم رضي الله عنهم من الصحابة، بل يلعنون أمهات المؤمنين. ونرى المسيرات وخاصة في عاشوراء وغيرها من يسبون ويلعنون، والكتب حقيقة عندما نتكلم في حقيقة الأمور الكتب مليئة بذلك. لم نرى مع الأسف من المرجعية أو من العلماء الشيعة من تكلم بذلك ومن ردا ويعني مفحما، ونحن نعرف جميعا أنه المرجعية لها الكلمة الأولى على هؤلاء. فلو كانت المرجعية تقوم بواجبها الشرعي تجاه هؤلاء لا وقفوا جميعا، وتستطيع المرجعية أن توجه الخطاب إلى الحكومة فتوقف كل هذه الأمور كما فعلت المرجعية في أمور أخرى تابعة لهم أوقفتها الحكومة، بل رمت أصحابها بالسجون وبالمعتقلات وحاكمتهم بأحكام معروفة. لكن اليوم مع الأسف في العراق مسألة طائفية واضحة
بكل ما تعنيه الكلمة، هناك تب للصحابة، هناك تب يسبون أبو جعفر المنصور وهم يعيشون في بغداد، يسبون هارون الرشيد وهم يعيشون في مدينته، يسبون عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهم يعيشون في البلد الذي فتحه عمر بن الخطاب. يعني هذه حقيقة يعني مأساة وجريمة منكرة، ينبغي على العقلاء من الأساسة ومن المراجع وغيرهم أن يستنكروا هذه الأمور لكي يمشي البلد إلى يعني طريق الحق وطريق الحرية، ونقضي على هذه الطائفية المقيتة التي يعيشون فيها اليوم ويغضون أحمى على الأسف. شكرا جزيلا لكم الشيخ فاروق الظفيري المتخصص في شؤون الفرق أو في فكرة الفرق الإسلامية، شكرا جزيلا لك.